السؤال يقول: ما نصيحتك للطلبة المبتعثين للخارج؟ لأن البعض منهم ذهب إلى الدراسة في الخارج وتنازل عن كثير من مبادئه ومعتقداته الإسلامية. كما قلنا أن هؤلاء انبهروا بالحضارة الغربية، وأيضا انبهروا بالشهوات، انبهروا بالشهوات، شافوا الشهوات هناك مفتوحة، قالوا: هنا الدنيا، هذه الشهوات موجودة ونحن مغلق علينا. فهم لا يعرفون أن هذه الشهوة مؤقتة، شهوة الجنس أو شهوة الخمور أو غيرها من الشهوات هناك مفتوحة، نعم، لكن في النهاية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يصابون بالقلق والوساوس والاضطراب، وحد منهم ما ينجح حتى في دراسته. لماذا؟ لأنه خلاص شغل نفسه بالفواحش وبالجنس. فإذا هذا التقدم الذي يطلبه هذا الشخص، إضافة إلى أنه تنكب الطريق لأنه ما عنده عقيدة راسخة. لو كانت عنده عقيدة راسخة إيمانية، كثير من الشباب رجع من هناك وكان رسول خير، كان رسول خير لهؤلاء، وأدخل بعض الناس منهم إلى الإسلام وتمسك بمبادئه. نعم، إن الإنسان إذا غفل أو وقع في شيء من المحظور، ما معنى ذلك أنه ينقرف وينتهي عن عقيدته الدينية. الآن الغرب الآن كثير منهم حيارى. الذين كانوا متمسكين بالنصرانية اليهودية والمسيحية لم يجدوا فيها الدليل والغذاء الروحي الصحيح، وجدوها محرفة، حرفها بولس ولعب فيها، ووجدوها متناقضة، ووجدوها دين غير توحيدي، تثليث، وذهبوا إلى الإلحاد. فكيف أنت تذهب إليهم؟ هؤلاء الملاحدة يقولون، ماذا يقول الملاحدة؟ الملاحدة عندما يفسرون الكون لا يستطيعون تفسير الكون أبدا ولو حاولوا. ريتشارد دوكنز أشهر ملحد في العالم، ماذا يقول عندما يفسر الكون؟ يقول الكون، تفسير الكون ثلاث فرضيات، فرضية وليست نظرية، لا ترقى إلى نظرية فضلا من أن تكون حقيقة. يقول كيف يفسر الكون؟ يقول الكون فيه ثلاث فرضيات. الأولى الله، يقول هذه نستبعدها، هذه حقيقة عقيدة لكن هو يقول فرضية، يقول نستبعدها. والثانية الأكوان المتعددة، يعني هناك أكوان متعددة، ملايين، واحد في عشر أس خمسمية، يعني واحد، يعني واحد في عشر أس خمسمية، يعني خمسمية مليار كون موجود. واحد من هذه الأكوان سمح له أن ينشأ بهذه الطريقة مصادفة، يعني مصادفة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذه فرضية حتى الملاحدة أنفسهم العلماء الكبار منهم يعني يدحضها بنفسه، هي فرضية ما عليها دليل ولا عليها برهان. طيب، والثالث يقول لك ما يسميه بالفيزياء الجري. ما هي نظرية الفيزياء الجري؟ يقول نحن الآن لا نملك الدليل، ومتى ما يتطور العلم ونمسك الدليل ويكون عندنا دليل، في ذلك الوقت نستطيع أن نفسر الكون. طيب، الفرضية الأولى الأكوان المتعددة فشلت، الفيزياء الجري فشلت، ما بقي لك إلا الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن الشاب هنا، هذا ريتشارد دوكنز مؤلف كتاب وهم الإله، وهو بهذه الحيرة. ثم سبحان الله تعالى، هؤلاء عندما يصيبهم المأزق يتركون كل شيء ويرجعون إلى خالقهم الحق وهو الله. هذا ريتشارد دوكنز مرة جالس يشاهد منظر مقزز وقال ماذا؟ قال: أوه جاد، يا إلهي، أنت تنكر وجود الله؟ الله تعالى موجود في الفطرة، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، خلاص ما حد بقي، ظل من تدعون إلا إياه، بس بقي الله سبحانه وتعالى وحده. وهذه فطرة موجودة في قلب كل أحد من الناس. فإذا نسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء الشباب وأن يعودوا إلى دين الله عز وجل الحق. نعم، هناك تناقضات كثيرة، لكن ارجع إلى كتاب الله عز وجل الحق وستجد فيه، وهو القرآن الكريم، وستجد فيه الشفاء.